الله وبركاته، أصحاب الصباح الخير من الطلبة في لقاء الخامس من القدر الخامس من قرار الاقتصاد السياسي والذي يحمل عنوان نظام السلطة. التعريف لاقتصاد السلطة هو تشكيلة اجتماعية تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية وتولي دورا أساسيا للقوانين السلطة القائمة على العرض والطلب، فهو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد. عدم تفقده المنافسة الحرة غير الاحتكارية ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات. ويفترض نظام السوق توافر المعلومات بسرعة وحرية تداولها، كما يفترض أن تكون الأسواق حرة والوصول إليها متاحاً لجميع الناس. كما أن نظام السوق يجب أن يتيح المنافسة ويرفض التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، كما يرفض القيود التي يمكن أن يفرضها التجار وأصحاب الحرف على حرية هذا النشاط. ومن أهم مكونات اقتصاد السوق مبادلة البضائع بقيمها وفق حقوق حقيقية عن التكلفة واعتماد الشفافية في حساب التكلفة، وترك السلع تنساب بحرية، ويسهم في تفعيل اقتصاد السوق وجود سوق أوراق مالية وشركات مساهمة، وتوافر عنصر الإبداع لدى الفاعلين الاقتصاديين. إن الدعوة لاقتصاد السوق لابد أن تتوافق مع وجود عدة عناصر أهمها حرية التجارة وحرية العمل وحرية التقانة والحرية السياسية. وهذا يعني أن الدعوة للحرية الاقتصادية لم تكن سوى جزء متكامل من نظرية شاملة للجوانب السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية. ثانياً، المبادئ المعمول بها في اقتصاد السوق. بشكل عام، من أهم المبادئ التي يجب توافرها في اقتصاديات السوق الآتي: أولاً، مبدأ المنافسة الكاملة. تشكل ظاهرة الربح إحدى السمات المهمة للنشاط الاقتصادي في السوق، ويتحقق هذا الكسب المادي أو العيني في ظل المنافسة التامة وعدم وجود قيود على تحديد ثمن السلعة أو تسعير إجباري بواسطة الدولة. وبما أن الوحدة الإنتاجية تعمل أصلاً من أجل تحقيق التبادل في السوق، فإن الهدف النهائي يتمثل في الحصول على أقصى ما يمكن من الأرباح. لذلك يحاول مالكو رأس المال دائماً توسيع حجم أعماله لزيادة سيطرته على السوق. ففي ظل قانون المنافسة يسعى أصحاب رؤوس الأموال أيضاً إلى التكتل فيما بينهم ضمن احتكارات تخفف عليهم تأثير الانعكاسات السلبية التي تسببها المنافسة عادة خلال مشروعاتهم. ويبقى الهدف النهائي من تشكيل مثل هذه الاحتكارات مواجهة المنافسة في الأسواق واحتكاء أساليب التقنية الحديثة والتقليل من تكاليف الإنتاج والتداول، وبالتالي زيادة الأرباح إلى أقصى الحدود. ويمكن القول إن حالة المنافسة الكاملة تتحقق في السوق إذا توفرت الشروط التالية: ألف، وجود عدد كبير من الوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية بحيث لا تستطيع الوحدة الاقتصادية الواحدة التأثير في مستوى الأسعار السائدة في السوق. ب، حرية الدخول إلى السوق والخروج منه من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية أو إجرائية. ج، حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الصناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة وفقا للمعطيات المتوافرة في سوق عناصر الإنتاج وحدها. د، تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق. فشرط تجانس السلع والخدمات في السوق ضروري ليمكن تحقيق مبدأ المنافسة بين المنتجين تلك السلع. مثال: لا يمكن أن يوجد تنافس بين رأسمالي يملك مصنع أجهزة إلكترونية متطورة وبين رأسمالي يملك مصنعاً للكعك لعدم تجانس السلع التي ينتجها كل منهما.
مثال آخر، لا يوجد تنافس بين مصنعي مكنسة كهربائية ومكنسة من القش لعدم تجانس السلعتين على الرغم من تشابههما لتباين التقنية المستخدمة في كلا السلعتين. قدرة الوحدات الاقتصادية على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه وبالدرجة نفسها. ويتضح مما سبق أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق. ثانياً، مبدأ الحرية الاقتصادية، ويقصد به حرية الوحدات الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب وفقاً لمعطيات السوق لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية خارج نطاق السوق. وبهذا المعنى يعتمد اقتصاد السوق على مبدأ الإنتاج والتداول التلقائي أو العفوي لتأثير قوى السوق المختلفة، حيث يتولى مالك رأس المال إدارة مشروعات وفق مصالحه الخاصة، فله الحرية وحق الاختيار في تحديد طريقة الإنتاج والتداول ما دام أن هدفه النهائي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. إن فكرة اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الخاصة تتم عادة بوعي وتهدف إلى تحقيق الربح، لأن النتيجة النهائية لا يمكن ضمانها، فهي تحدث تلقائيا حسب الظروف السائدة في السوق، وتحكمها بالتالي قوانين اقتصادية موضوعية كقانون القيمة والعرض والطلب. وبالمقابل لا تملك الطبقة العاملة سوى حرية استغلال قوة عملها بقصد الحصول على الأجر، بينما يبقى للمستهلكين حرية تناول أجود السلع بأقل الأثمان، وبذلك يتحقق التوازن الذي ينشده اقتصاد السوق. وفي هذا الخصوص يرى الاقتصاد الشهير آدم سميث أنه إذا تركت الحرية للأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة فإن المصلحة العامة ستتحقق لا محالة لكونها تمثل المصالح الخاصة مجتمعة. ثالثاً، عدم التدخل الحكومي، ويقصد به منع كل صور التدخل التي من شأنها أن تؤثر في قدرة قوى العرض والطلب أو تعيقها عن توجيه الإشارات المناسبة للوحدات الاقتصادية الاستهلاكية والإنتاجية، مما قد يتسبب في تضييق تلك الوحدات أو في إلزامها باتخاذ القرار الذي لا يحقق مصالحها الخاصة. ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام يتطلب إعطاء الوحدات الاقتصادية الحرية في قراراتها الاستثمارية أو الاستهلاكية من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الدولة في النشاط الاقتصادي، وبذلك تتكون الأسعار في نظام اقتصاد السوق وفق العرض والطلب، حيث يلتقي البائعون والمشترون عبر التقاء عرض السلع بالطلب عليها. إن تحقيق التكافؤ بين العرض والطلب يمكن من تنظيم التبادل في اقتصاد تحررت فيه الوحدات الإنتاجية من الخضوع للتنظيم الاجتماعي أو المخطط من قبل الحكومات. وتبرز هنا ظاهرة الثمن كمقياس للقيمة التبادلية للسلع وفقاً لدرجة المنافسة التي تسود في السوق بعيداً عن تدخل الحكومة. فبقدر ما يسعى المستهلك لتحقيق أكبر منفعة من جراء طلبه على السلع من السوق، بقدر ما يسعى مالك رأس المال إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح عبر تحديده للأسعار التي تتناسب مع عرض سلعته وتسويقها. لكن لا يستطيع أي من هؤلاء الانفراد في التأثير على ثمن السلعة ارتفاعاً أو انخفاضاً. ففي ظل المنافسة الحرة وظروف العرض والطلب يتم تحديد ثمن السلعة في السوق بشكل مستقل تماماً عن إرادة كل من المنتج والمستهلك. إن تحديد الأسعار يخضع لظروف موضوعية نابعة من سلوك المتعاملين في السوق، وهذه الأسعار تتناسب فردياً مع الطلب على السلع، إذ يرتفع الثمن بارتفاعه وينخفض بانخفاضه، وعكسياً مع العرض حيث يرتفع بانخفاضه وينخفض بارتفاعه.
وبذلك تتحقق قيمة السلعة دون تخطيط وتوجيه وتدخل الحكومات. رابعاً، مبدأ حرية الملكية الفردية، ويقصد بها حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصر الأرض والآلات ومصادر الطاقة من دون قيود كمية أو نوعية، حيث يعتبر الفرد في النظام الرأسمالي أساس العملية الاقتصادية بمجملها، وهو الوحدة الرئيسية للنشاط الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه، ومن خلال التقاء مجموعة المصالح الفردية تتحقق المصلحة العامة. وباعتبار أن وسائل الإنتاج تشكل رأس المال الأساسي الذي يعتمد عليه في الاقتصاد، لذا منح الأفراد حق تملك هذه الوسائل والتصرف بها واستغلالها بما يتناسب مع مصالحهم الفردية، وكذلك منح حق الاستفادة من ثمرات هذا الاستغلال عبر تداول السلع في الأسواق والحصول على الأرباح. وهذا يعني تمكين مجموعة أفراد في المجتمع بأن تحتكر لنفسها الفائض الاقتصادي مقابل أولئك أي العمال الذين لا يملكون هذه الوسائل، وإنما يستغلون قوة عملهم مقابل أجل محدد. وقد تطورت أشكال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مع تطور أسلوب الإنتاج والتبادل في السوق، وبدت الصورة الغالبة تتمثل في ممارسة الحقوق المترتبة على الملكية الفردية بواسطة ملكية جماعية يطلق عليها غالباً عبارة الشركات التجارية. وهذا ما أدى للانتقال إلى مرحلة الملكيات الكبيرة وتركز رؤوس الأموال إلى عدد محدود من أفراد المجتمع وظهور الاحتكارات الكبرى. وبالطبع فإن اقتصاد السوق لا يفقد صفته هذه فيما إذا أخضعت الدولة الملكية الخاصة لبعض القيود المتعلقة بالأمن والصحة العامة وحماية البيئة، أو وجود بعض الملكيات العامة كمرافق الخدمات وطرق المواصلات الرئيسية، ما دامت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي السائدة في السوق. ثانياً، آليات السوق. إن آليات السوق لا تعدل عن كونها تنظيماً اجتماعياً لضبط سلوك الأفراد في ميدان الإنتاج وإشباع الحاجات في ظل وجود عدد من المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية. إذن تقوم آليات السوق بإعادة التوازن في توزيع الموارد النادرة من خلال وسيلة السعر في ظل التنافس القائم بعيداً عن التدخل الحكومي. مثال: لو كان المعروض من صنف أو منتج ما يفوق الطلب مقابل معروض من صنف أو منتج آخر أقل من الطلب، فإن السعر من الصنف الأول ينخفض في حين يرتفع السعر من الصنف الثاني. ومن هنا فإن الجهاز الإنتاجي في المجتمع يتلقى إشارات للقيام بالتعديلات اللازمة للتوسع في إنتاج الصنف الثاني والتقليل من الصنف الأول. وعلى وجه الآخر نظرياً، يقل الطلب على المنتج الذي ارتفعت أسعاره مقابل زيادة الطلب على المنتج الذي انخفضت أسعاره. وهذا الإطار النظري يتطلب لنجاح توافر كل شروط المنافسة الحرة. رابعاً، التطبيقات المختلفة لاقتصاد السوق. انشغل المفكرون ورجال الدولة منذ وقت طويل باستخلاص القوانين الأساسية لاقتصاد السوق ومدى ملائمتها لهذه الأيديولوجيا أو تلك، وهذا ما يقتضي دراسة وتحليل المكانة التي يحتلها اقتصاد السوق لدى الأنظمة الاقتصادية المتعددة والأساليب المختلفة التي يتم اللجوء إليها لتطبيق قوانين هذا الاقتصاد ومبادئه. ألف: اقتصاد السوق والرأسمالية. إن اقتصاد السوق يشكل الأساس التاريخي والدعامة الحقيقية التي يستند إليها نظام اقتصادي رأسمالي الذي لم يعد قاصرا على الاكتفاء بتداول وتنشيط حركة السلع التجارية، بل أصبح يشمل حاليا ومنذ قيام الثورة الصناعية في أوروبا تطوير عمليات الإنتاج، أي سيطرة رؤوس الأموال الفردية التجارية والصناعية والنقدية على كافة نشاطات السوق في ظل المنافسة التامة. كما يشكل السوق هنا الميدان الرئيسي لتحقيق أقصى
الأرباح عبر استغلال حاجة المستهلك إلى السلعة أو الخدمة المطلوبة. وكلما اتسعر السوق كلما كفل ذلك مجالا أوسع لنمو النظام الاقتصادي والعكس فيه. وقد وضع آدم سميث وألفرد مارشال المرتكزات الأساسية لنظام السوق، فحاولوا تفسير حركة النشاط الاقتصادي من خلال نظريتهم للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية، حيث نادوا بحرية التملك وعدم التدخل الحكومي ومحاربة الاحتكار وغيرها من المبادئ التي تقوم عليها فكرة اقتصاديات السوق، وتعد من ضروريات عمل قوى العرض والطلب التي تحكم النشاط الاقتصادي. ولعل مبدأ اليد الخفية الذي نادى به آدم سميث يمثل واحدة من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي، كما يمثل منطلقا رئيسا للمؤمنين بقدرة قوى السوق على تحقيق المصلحة العامة، إذ أن الوحدة الاقتصادية تستجيب لإشارات السوق وتتخذ وفقا لذلك قراراتها الاقتصادية المناسبة التي تحقق مصالحها الخاصة وبطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة، شريطة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. حيث تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، إذ يسعى الفرد في مجال الإنتاج والاستثمار إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل عناصر الإنتاج التي تحقق أفضل السلع والخدمات المنتجة. كما يسعى الفرد في مجال الاستهلاك إلى اختيار أفضل السلع والخدمات التي تحقق له أقصى درجات الإشباع وفقاً لدخله المحدود. ومما لا شك فيه أن سعي الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري والاستهلاكي المناسب سيكفل تحقيق المصلحة العامة وسيعمل على تحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن هنا يمكن القول إن اقتصاديات السوق تمثل الصورة التطبيقية المثالية للفكر الرأسمالي. اقتصاد السوق والاشتراكية. يعتمد الاقتصاد الاشتراكي على مفاهيم عامة تختلف بل وتتعارض تماماً مع تلك المفاهيم السائدة لدى الاقتصاد الرأسمالي القائم أساساً على نظام السوق، كسيادة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة في توجيهه وتخطيط معظم النشاطات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تحديد الأسعار والأجور بدلا من مراعاة تقلبات العرض والطلب، لتكون وسيلة للحد من تمركز رؤوس الأموال وتراكمها لدى الرأسماليين، كما تنادي بحق الأفراد في الحصول على ما يكفل قدرتهم على الإنتاج فقط. ويستند الاشتراكيون في ذلك إلى نظريتهم الخاصة في فائض القيمة ورأس المال، مقيدين بذلك حق الفرد في التملك الخاص. إن الفكر الاشتراكي هو الفكر المضاد للفكر الرأسمالي القائم على نظام السوق، والذي ينطلق من مبدأ حرية التملك وحرية القرار الاقتصادي وفقا لمبدأ المنافسة الكاملة، باعتبارهما شرطان ضروريان لعمل قوى العرض والطلب اللازمة لتحقيق التوازن الجزئي والعام. لكن يلاحظ عادة ظهور أنماط اقتصادية متعددة لدى بعض البلدان في أثناء مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية. فإلى جانب القطاع الاشتراكي المسيطر على النشاطات الاقتصادية الرئيسية للدولة، يوجد أحيانا مجال لعمل القطاع الخاص بالسوق، وقد يكبر أو يظهر وفق الوضع السياسي والاجتماعي لكل مجتمع على حدة. ويشمل هذا القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الحرفيين الذين احتفظوا بملكياتهم الخاصة لوسائل الإنتاج، إلا أن السلطة الاشتراكية تستطيع بواسطة اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية الحد من اتساع مجال اقتصاد السوق لتحقيق الرقابة الفاعلة على عمل القطاع الخاص وممارسة التأثير في الأسعار والأجور والأرباح ومنع الاحتكارات بشكل يكاد يوصف فيه اقتصاد السوق. لدى النظام الاشتراكي اقتصادا مخططا، ويفقد بالتالي إحدى أهم خصائصه، ألا وهي
التلقائية في الإنتاج التبادل. جيم اقتصاد السوق والاقتصاد النامي. يفشل اقتصاد الدول النامية في تطبيق آليات نظام السوق، إذ يتميز هذا الاقتصاد بانخفاض مستوى الإنتاج الفردي ومستوى دخل الأفراد وتراكم رأس المال والادخارات وتدني المستوى التنظيمي والتكنولوجي وسيطرة القطاع الزراعي والاستخراجي وضيق السوق المحلية والاعتماد على الأسواق الخارجية واختلال الميزان التجاري لصالح المستوردات. كما يلاحظ لدى معظم الدول النامية أشكال متعددة من العلاقات الاقتصادية الرأسمالية والقطاعية والتعاون الحكومية بشكل يجعل من الصعب تصنيفها بين عداد النظم الرأسمالية أو الاشتراكية، فإلى جانب تمركز ملكية وسائل الإنتاج لدى عدد محدود من الأفراد يتوفر أحيانا قطاع إنتاجي عام مملوك للدولة، ويتفاوت تطبيق قوانين السوق بدرجات مختلفة ولا يساعد تدني مستوى القوى المنتجة في توسع السوق، وتبقى حالة الركود الاقتصادي إحدى السمات شبه الدائمة للأسواق لدى الدول النامية، إذ يسهم انخفاض الدخل في إضعاف الطلب على الأسواق وعدم قدرتها على النمو بوتيرة كافية. إن كفاءة عمل آليات السوق رهن بطبيعة هذا السوق وخصائصه ودرجة اتساعه ونماء مؤسساته ومدى ملائمته للواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. والسؤال المشروع هنا، هل يمكن قبول وتطبيق آليات السوق في اقتصاد الدول النامية؟ إن تطبيق وتقلب أسواق آليات السوق يرتبط بعدد من العوامل أهم: أولاً مدى واقعية شروط السوق، ثانياً الإطار الاجتماعي والاقتصادي لهذا السوق، ثالثاً تقسيم العمل الدولي وتنظيم الأسواق العالمية، رابعاً أسلوب إدارة الاقتصاد الوطني، خامساً البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفعلية لكل دولة من الدول النامية. دال اقتصاد السوق والنظام الاقتصادي الدولي. اتجه النظام الاقتصادي الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نحو توسيع مفهوم اقتصاد السوق وتطبيقه والتحرر من ظاهرة تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، وبقي النظام الرأسمالي هو السائد في السوق العالمية على الرغم من تنامي الأنظمة الاشتراكية، وتصدرت رؤوس الأموال الغربية وخاصة الأمريكية منها الموقف للسيطرة على الأسواق العالمية، وتنامت الصراعات بينها لاحتكار هذا السوق أو ذلك، وتضخمت ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات، وبدأت الهيئات الدولية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والمصرف الدولي تفرض شروطها الإدعامية على الدول النامية بغرض فتح أسواقها وتحرير تبادلاتها التجارية، أي الدعوة إلى تطبيق نظام السوق بأجل معاني على الرغم من تداعياته الصعبة على المستوى المعيشي للطبقات العاملة في تلك الدول. اقتصاد السوق ومنظمة التجارة العالمية. دخل الميثاق الملجأ لهذه المنظمة حيز التنفيذ بدءا من 1/1/1995، وهي تهدف إلى إقرار مبدأ تحرير التجارة العالمية عبر تدعيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز التجارية والجمركية وغير الجمركية وإتاحة مجالات أوسع للمنافسة الدولية. وقد جاءت وريثا شرعيا للاتفاقية العامة للتجارة التي تعرف ب JATT، حيث تم إقرارها عام 1947 كرد فعل على السياسات التدخلية للدول بهدف تقييد حرية السوق، كما جرت عدة جولات تفاوضية متعددة وتعددة الأطراف بين الدول بهدف التوسع في تخفيض الرسوم الجمركية أمام عدد كبير من السلع وفتح الأسواق أمام حوالي ثلثي التجارة العالمية، وكذلك الحد من القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب حركة التبادل التجارية.
بشكل عام تهدف الفلسفة الاقتصادية بمنظمة التجارة العالمية إلى خلق اقتصاد سوق عالمي حر يضمن لرؤوس الأموال حرية الحركة من دون قيود وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في تنظيم الترددات التجارية. وباعتبار أن الاتفاق المنشأ للمنظمة يتضمن أحكاماً ملزمة للدول الأعضاء بضرورة تعديل تشريعاتها الوطنية لتتلائم مع نصوص الاتفاقية، فهذا يعني ضرورة تحول اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة باتجاه اعتماد اقتصاد السوق، كما يتوجب على هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاق معها يتضمن شروط الانضمام. الفقرة 1 من المادة 12 من ميثاق المنظمة، أي يجب عليها انتهاج سياسة اقتصادية حرة أو بما يعرف باقتصاد السوق. اقتصاد السوق ومؤسسات التمويل الدولية، يتزعم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير الأدان تم تأسيسهما بموجب اتفاقيات بيرتون وودز لعام 1944 بوصفهما أحدث الآليات الأساسية لتدعيم اقتصاد السوق. وكان الهدف الظاهر لهما هو تقديم المعونات وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وتمويل مشروعات التنمية، لكن كل ذلك يخفي في الواقع أهدافا جوهرية أخرى تتمثل في إزالة العوائق أمام أداء رأس المال في السوق وبالتالي تحرير التجارة العالمية. وقد تجلى ذلك بوضوح لتزايد الشروط الإزعامية التي تفرضها هذه المؤسسات على الدول المقترنة، وذلك بتأثير الدول الرأسمالية الكبرى التي تسهم بالنصيب الأكبر في المدفوعات المالية لمصلحة هذه المؤسسات. وتنص هذه الشروط عادة على اتباع سياسات معينة للإصلاح الاقتصادي كخفض العجز في الموازنة وتحرير أسعار الصرف، أي إزالة الرقابة على النقد الأجنبي وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعار العملة والسلع وتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية عبر اعتماد سياسة خصخصة المشروعات العامة أو إعادة هيكلتها وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، أي التحول التدريجي باتجاه اقتصاد السوق. اقتصاد السوق في عصر العولمة، يتضمن مفهوم اقتصاد السوق مجموعة من المتناقضات في ظل هيمنة رأس المال على تنظيم العملية الاقتصادية والعجز الحكومي للاحتكارات الرأسمالية الدولية التي تطلق العنان لقوى السوق وكذلك تفاقم نمط توزيع الدخول بين الشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المتقدمة والنامية، وتنامي ظاهرة البطالة، ولذلك تزداد الهوة بين رأس المال والعمل عبر تآكل الطبقات المتوسطة، وتبقى طبقتان فقط هما طبقة غنية وطبقة فقيرة. وتراجع أنظمة التأمينات الاجتماعية واتساع دائرة الفقر وانعدام المساواة في المستويات المعيشية للأفراد وسوء استخدام الموارد الإنتاجية، وذلك نتيجة من توجه الاقتصاد الرأسمالي نحو إنتاج سلع غير مقيدة اجتماعيا لكنها مربحة ماديا. الهدف النهائي لأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على السوق هو تحقيق الزيادة في الطلب على منتجاتهم وتسويقها بدلا من زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع. وقد أدى بروز ظاهرة العولمة إلى تقويض الحدود السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول، بما في ذلك تحرير المبادلات التجارية وانفتاح الأسواق على بعضها، أي إعادة التأكيد على الدور الذي يلعبه اقتصاد السوق على المستوى العالمي. وهذا ما يكرس سيطرة الشركات العالمية على السوق، والتي تتبع بغالبيتها للدول الصناعية المتقدمة. هذه الدول التي تشكل الفاعل الرئيسي في نظام الاقتصاد الدولي اعتادت على تطبيق معايير مزدوجة عبر مطالبة الدول النامية بتحرير تجارتها واعتماد اقتصاد السوق، بينما تتمسك من ناحيتها بسياسات الدعم والحماية وإغلاق أسواقها أمام المنافسين.
وتكوين التكتلات التجارية، فهي تنادي بتحرير التجارة عندما تقتضي مصالحها التجارية الوطنية ذلك، ولكن عندما تتعارض مبادئ اقتصاد السوق مع مصالحها فإنها تتجه نحو اقرار قيود تجارية لحماية صناعتها الوطنية. فالدول الصناعية الكبرى ليست معنية بفتح الأسواق إلا لمصلحة صناعتها وشركاتها الضخمة المتعددة الجنسيات. إن انفتاح الأسواق مع انعدام التكافؤ في القدرات التنافسية للدول يؤدي حتما إلى دعم الأقوياء وإضعاف الضعفاء. فالدول النامية تنتج غالبا ما لا تستهلك، مثال تصدر مواردها من دون أن تستثمرها كالقطن والنفط الخام إلى الدول الأخرى، وتستهلك ما لا تنتجه، مثال تستورد السيارات والأجهزة الكهربائية المعقدة التي لا تستطيع إنتاجها. ففتح الدول النامية لأسواقها في ظل هذه الظروف سيؤدي على الأغلب إلى فشل التنمية الاقتصادية لديها وإلى استمرارها في إنتاج سلع أولية مهيئة للتصدير إلى الدول النامية إلى الدول المتقدمة، بينما لا تستطيع الصناعات لدى الدول النامية مجاهرات التطور التقني لدى الدول الصناعية. ومن هنا تبرز التأثيرات السلبية للعولمة على اقتصاد السوق. وبذلك نكون قد أنهينا المحاضرة الخامسة من مقرر الاقتصاد السياسي، والتي تحمل عنوان نظام السوق، على أمل اللقاء بكم في محاضرة أخرى في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.